حب أفعال مو كلام. خلص خلص، أنا بسوي كل اللي تبينه وبمشي على كلامك، واللي بتطلبينه كله بسوي لك إياه. دام إن عقلك رد لك وتبي تساعدني، معناته إن خطتنا الجاية نخلي وصايف تحول كل أملاكها اللي تملكها لسيولة في البنك. إيه ليش؟ لا تسأل وايد، سوي اللي أقولك عليه وبتعرف كل شيء في وقته. نواف. أشتي. تدرين عاد إن الديرة اللي فيها شقتك يقولون إن أحوالها ما تسر، وقاعد أسمع إن الكويتيين اللي هناك قاعد يصفون أعمالهم وحلالهم ويغادرون البلد. من وين جايب هالكلام؟ أنا طول الوقت على النت، ما قريت هذا الشيء. ما يدعت يعني اللي بالنت بيصير أحسن من اللي أنا أعرفه من السوق مباشرة. لا طبعاً، بس أنا يعني قاعد أقول لك، قاعد أحذرك، يعني من الأفضل لو تبيعينها وتاخذين فلوسها وتحطينها بالبنك. ها والله باكر ما تطولينها وتروح عليك حسافة. إيه بس شقتي في مكان حلو وغالية وايد، وإذا بعتها ما راح ألاقي مثلها. لا حد، يعني أنا تحذير، أنا اللي علي أسوي إن أنا أحذرك. أنا بعد لا سمح الله مو قاعد أقولك بيعيها وحطي الشقة باسمي، لا أنا قاعد أحذرك. وانت ابخص كيفك، سوي اللي تبينه. مو مشكله بيعها، انا مصدقتك وانت ادرى وابخص.